قبل 60,000 عام تقريباً نمت غابة من أشجار السرو تحت الماء على عمق 60 قدماً تحت سطح خليج المكسيك. عثر عليها العلماء الآن ويعتقدون أنها تحتوي على مركبات جديدة للطب والتكنولوجيا الحيوية. وجد الباحثون أن الديدان التي تعيش على جذوع الأشجار يمكن استخدامها لتركيب أدوية جديدة. احتوى الخشب على أكثر من 300 حيوان بحري و100 سلالة من البكتيريا لا يزال بعضها غير مكتشف حتى الآن. سابقاً استخدم العلماء ديدان السفن لإنتاج مضاد حيوي يعالج العدوى الطفيلية. قطع الخشب المستخرجة لا تزال بحالة جيدة كونه دفن تحت طبقات الرواسب التي منعت وصول الأكسجين إليه وتحليله. يرجح الباحثون أن إعصار إيفان الذي ضرب المنطقة عام 2004 أسهم في الكشف عن هذه الغابة المدفونة.